انضم الينا الدكتور شرحبيل الغريب، رئيس منتدى العلاقات الدوليه للحوار والسياسات من غزه. دكتور الغريب، مساء الخير. الخطاب الامريكي دكتور الغريب واضح، سنساهم وندعو العالم للمساهمه في اعاده الاعمار في غزه، ولكن بشرط الا تستفيد منه حماس. ماذا يفهم من هذا الخطاب؟ يعني في الحقيقة الرسائل الأمريكية أصبحت مكشوفة، ليست بالجديدة على الشعب الفلسطيني. واضح أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تلعب على وتر الخلافات الداخلية الفلسطينية، يعني أن تصدر تصريحات بهذا الخصوص، بمعنى أنه هي رسائل موجهة للسلطة أولا الفلسطينية ولحماس ثانيا، على اعتبار انه هناك انقسام فلسطيني والاداره الامريكيه لا تتعامل الا مع سلطه يعني موافق او متوافق عليها دوليا، تعترف بشروط المجتمع الدولي والرضاعيه الدوليه، ويعني هناك نوع من الثقه. وبالتالي هذه التصريحات ربما جاءت يعني بهدف اللعب على وتر الانقسامات الداخليه الفلسطينيه، وبتقديري انه كانت هناك اجابه واضحه من السيد يحيى السنوار مساء اليوم حول هذا الموضوع بشكل خاص، وهناك اجابه واضحه انه يعني المقاومه الفلسطينيه لا تريد اي من هذه الاموال مقابل ان يكون هناك اعمار واضح لغزه، ومقابل تسهيلات لكل الجهات والدول المانحه لكي تبدا في هذا. السياسه الامريكيه تجاه الشعب الفلسطيني واضح انها سياسه مكشوفة باتجاه أنه الإدارة الأمريكية تريد سلطة، وحتى قالتها هيلاري كلينتون قبل يومين أنه نحن لا نريد ديمقراطية فلسطينية، نحن نريد سلطة وظيفية تحقق الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، ويعني تلبي احتياجات الرباعية الدولية. هذا واضح أنه لا تغيير في الموقف الأمريكي باتجاه الفلسطينيين. السياسة الأمريكية واضحة، قائمة على مبدأ وقاعدة يعني المصالح الأمريكية بالدرجة الأولى، مصالح أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، الحفاظ على سلطة ربما في الضفة الغربية تلبي رؤية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص، خاصة في الملف في الشق المالي ربما وفي الشق الأمني، لأنه لا يوجد أي كيانية للسلطة في هذا الوقت بقدر ما هو أصبحت سلطة يعني تقوم بمهام وظيفية، وظيفة أمنية وبعض يعني الأمور المالية. نعم دكتور الغريب، يعني سؤال مهم يتعلق بحق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم، وأيضا توفير المواد التي تساعدهم في ذلك مهما كانت هذه المواد، وهذا من حقهم كما تسمح بذلك كل القوانين الدولية. لماذا لا أدري، يعني ربما فشلت السلطة الفلسطينية في ذلك، أو لعلها أعطت مسوغات بأن هذا الحق بات متروك وبات غير محترم. كيف يعود الفلسطينيون للدفاع عن هذا الحق، أنه من حقنا وفق القوانين الدولية أن نمتلك أنياب للدفاع عن أنفسنا؟ يعني الحقيقة معركة سيف القدس اللي استمرت 12 يوم تقريبا ربما قدمت لنا معطيات مهمة جدا. ربما حالة حالة الوحدة الفلسطينية في غزة والضفة وفي القدس وفي الأراضي المحتلة عام 48 أظهرت أو استطاعت المقاومة أن يعني تشكل حاضنة وحدوية للشعب الفلسطيني، مقاومة شاملة متكاملة. هذا أولا. ثانيا، هذه يعني هاي المواجهه ربما اوصلت رساله للسلطه الفلسطينيه على وجه الخصوص بان الشعب الفلسطيني لديه مخزون شعبي استراتيجي يمكن ان تستفيد فيه في مرحله ما، في مرحله ان تجرات اسرائيل على المقدسات، في مرحله ان تجرات اسرائيل على الانسان والبشر وعلى الحجر. هذا المخزون الشعبي في غزة وفي الضفة وفي القدس وفي عام 48 إسرائيل لطالما عملت على أن تغير الوعي الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48. اليوم نحن أمام معطيات جديدة، سقطت نظرية التعايش التي عملت عليها إسرائيل على مدار أكثر من 70 عام، وبالتالي المشكلة
في المستوى الرسمي في السلطة، هو لا يريد أن يستخدم أي ورقة، سواء ورقة التوسل وورقة الاستعطاف. هذه يعني لم تعد تجدي مع المجتمع الدولي. هناك شعب فلسطيني حقيقة لديه مخزون شعبي وثوري، وهناك مقاومة مسلحة في غزة، وبالتالي مهم جدا أن توظف السلطة الفلسطينية هذه الأوراق لصالح القضية الوطنية الفلسطينية، وألا تبقى يعني رهينة توسل مسار مفاوضات من جهة، وأنه يعني خاصة أنه المقاومة نصب عليها كل القومية الدولية، كل شعب محتل من حق أن يقاوم الاحتلال الإسرائيلي. أنا بتقديري هذا المشهد مهم جدا أن يكون هناك مراجعات لدى المستوى الرسمي في السلطة الفلسطينية، بأنه الشعب الفلسطيني من حقه أن يقاوم، من حقه أن يعني يشكل مقاومة شعبية، مقاومة سلمية، مقاومة مسلحة، برنامج وطني فيه تعدد الخيارات من المقاومة وكيفية إدارة الصراع مع هذا الاحتلال. وبالتالي الاستسلام لسياسة المجتمع الدولي التي لم تعد يعني حقيقة منصفة للشعب الفلسطيني، هذه مشكلة كبيرة. وبالتالي هذه هي الرسالة دكتور غريب الذي أردنا أن نركز عليها، أن تصل إلى المجتمع الدولي، وهذا مهم للغاية، أن تصل للمجتمع الدولي بأنكم ما تمارسونه في النهاية هو حق الدفاع عن النفس، وهو مكفول من قبل القوانين الدولية، حتى لا تطغى الرواية الإسرائيلية بأن ما يمارسه الفلسطينيون هو الإرهاب. وهذا طبعا يعتمد على قدرة السلطة في إيصال هذه الرسالة، وقدرة أيضا مكونات الشعب الفلسطيني في ذلك. أيضا كان هناك أيضا خطاب لخالد مشعل وحوار، وكان اليوم كلمة أيضا ليحيى السنوار. ما أهم ورد في هذين الحوارين أو الحديثين لقياديي حماس برأيك؟ يعني ربما أنا استمعت لخطاب السيد يحيى السنوار، وسريعا هيك على الهامش يعني الخطاب أو مقابلة السيد خالد مشعل، واضح أنه هناك يعني رؤية جديدة أو رؤية قديمة جديدة لنقول إن صح القول، بأنه أدركت حماس أنه مهم جدا أن تفعل المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها بعيدا عن المقاومة المسلحة هي الخيار الأوحد. أن يدعو السيد خالد مشعل إلى ممارسة المقاومة الشاملة، هذا معناه بأنه اليوم نحن أمام مرحلة من استخدام مقاومة متعددة الأشكال والأساليب، ليست مقتصر على الصاروخ وعلى كيف موجهة وما إلى آخره من أساليب. ربما التأكيد أيضا على موضوع من حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وأن المجتمع الدولي عليه أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في يعني نيل الحقوق وإزاحة هذا الاحتلال الجاثم على الأرض الفلسطينية. ربما خطاب السيد يحيى السنوار اللي استمر أكثر من ساعتين تقريبا، يعني كان هذا الخطاب حقيقة يعكس خطاب التفاخر والتباهي بالنصر وبإنجاز المقاومة وبصمود المقاومة وبمعادلة الردع التي يعني استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تفرضها على الاحتلال الإسرائيلي. المقاومة قوية متماسكة قادرة على أن تقول وتهدد وتنفذ، وبالتالي مزيد من التوعد الاحتلال إذا تجمع على المقدسات. هذا منطق قوة يؤديه السنوار، وحقيقة إدارة المجتمع الدولي أيضا يجب أن يكون حاضر بأنه عليكم أن توصف الشعب الفلسطيني. إذا كانت الإدارة الأمريكية إدارة بايدن معنية بإنجاز أو باستقرار في المنطقة، عليها أن تجب إسرائيل عن جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه المسجد الأقصى. وكان هناك بعض التحذيرات للعديد من الأطراف بأنه تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني ستؤدي إلى مزيد من الانفجار، وقالها بصريح العبارة سنحرق الأخضر واليابس. هذا واضح أنه لدى حركة حماس يعني رؤية حتى نهاية العام كما حددها السيد السنوار، بأنه على المجتمع الدولي أن يصغي جيدا للشعب الفلسطيني وأن يعمل على رفع الظلم والاحتلال عن الشعب الفلسطيني. هناك بعض القضايا التي طرق إلها فيما تتعلق بموضوع قدرات المقاومة واستعداداتها، وأنه يعني 11 يوم أو 12 يوم لم ينقص من قدرات المقاومة شيء، وأن المقاومة بدأت في ترميم قدراتها التي يعني استهدفت خلال العدوان الإسرائيلي يعني منذ أيام. وبالتالي
المقاومة ما زالت قوية وتماسكة قادرة على أن تخوض يعني معركة طويلة المدى. يعني أخيرا تطرق لموضوع صفقة التبادل والوساطات اللي يعني جاءت عبر دول مختلفة منها عربية ومنها أوروبية، وواضح أنه حتى الآن الاحتلال غير جاهز يعني خوض أو دفع ثمن استحقاق هذه الصفقة نظرا لحالة عدم الاستقرار السياسي داخل يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة. أختم معك وبعجالة سيد الغريب، ونعود إذا الدبلوماسية وفاعليتها كان من قبل السلطة أو الفصائل الفلسطينية وعلاقاتها بمصر والدول العربية، لأن الحقيقة هناك خوف الآن حقيقي من إمكانية جر مصر وربما دول عربية أخرى للتضييق على المقاومة من جديد ومقايضة الإعمار بمحاصرة المقاومة. هذا ما ورد في صحيفة إسرائيل هيوم في عددها الصادر اليوم، تقول بأن إسرائيل اشترطت الموافقة على بدء مشاريع إعادة الإعمار في غزة بتشكيل ما أسمتها منظومة رقابة دولية مشددة لضمان منع حركة حماس من مواصلة بناء قوتها العسكرية بإشراف الأمم المتحدة ومصر. كيف يمكن ضمان أن لا تنجر الدول العربية وبينها مصر باعتقادك في هكذا سيناريوهات؟ أنا بتقدير هذا السيناريو ليس من جديد، أثير عام 2014 تحت التوقيع وقت إطلاق النار، وكان هناك يعني اشتراطات إسرائيلية أمريكية بأنه أن يكون هناك رقابة في البحر ورقابة في البر وفي السودان وعبر الحدود المصرية. وحقيقة هذا الموقف ليس من جديد، لكن الجديد هو انه اعاده فتح هذا الموضوع. هذا يعني محل اختبار حقيقي ان تقدم بعض الدول على يعني الخطوات ربما تضيق على الشعب الفلسطيني. انا بتقدير ان المقاومه لا تنتظر هذه الاجراءات او هذه القيود او هذه الرقابه اللي يتم الحديث عنها. من يعني يطلع عن قرب عن واقع المقاومه الفلسطينيه في غزه يدرك بانه المقاومة لا تعتمد على أي إمداد خارجي في خلال السنوات الماضية، وكل ما يعني استخدم خلال المواجهة 12 يوم هو بجهد وتصنيع محلي يعني واضح وخالص. وهذا بتقديري لن يوقف مسيرة يعني تطوير قدرات المقاومة أو ترميم قدراتها التي استخدمت. وحتى اليوم السيد السوار قال نحن استخدمنا خلال 12 يوم الفائض لدينا من الصواريخ، وهذا يعني يؤكد بأنه المقاومة تقف على أرض صلبة. هذا مهم جدا. أنا أقول بأنه أي محاولة ابتزاز للشعب الفلسطيني لن يكتب لها النجاح، لأن الشعب الفلسطيني شعب يحب الحياة، مصمم على انتزاع حقوقه من بين أنياب الاحتلال الإسرائيلي ومن يقف خلف الاحتلال الإسرائيلي من جهات دولية وغير دولية. الدكتور شرحبيل الغريب رئيس منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات كنت معنا من غزة، نشكرك جزيل الشكر.